أصدقائي المتابعين، أهلا بكم. جالي استفسار عن طريقة استخدام الرمان اللي موجود بكثرة في البيوت. الحل الأنسب يا جماعة بالنسبة للرمان، نجيب فصوصه، تمام؟ لو موجود بكثرة نجيب فصوصه نطحنها في الخلاط، بعد ما نطحنها في الخلاط نصفيها كويس، نحطها في كاس في الفريزر، ولما نعوز نشربها نخرجها ونحط عليها مية ونحليها وبالهنا والشفا. بالنسبة بقى لقشر الرمان، قشر الرمان ده مهم جدا يا جماعة ليكي انتي بالذات. هتعملي ايه؟ هتنشفيه كويس، هتطحنيه، هتستخدميه حنة لشعرك، وشوفي التألق واللمعان. شكرا لكم.